للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من لاهاي الأستاذ قتيبة قطيط، المحامي ومدير منظمة العدالة السورية عبر سكايب. أستاذ قتيبة، أهلا بك معنا. مليون دليل لإدانة نظام الأسد، ألا يكفي وجود هذه الأدلة كلها لمحاسبة هذا النظام؟ نهارك سعيد نور. احنا بالتاكيد هو مليون سجل، السجل يتضمن الاف او مئات الالاف من الادله والاثباتات، من تحقيق، من افادات شهود، من صور، من وثائق. من السجل هو هناك يوجد لدى التقرير الثالث الذي قدمته الاليه الدوليه المحايده والمستقله، قدمت تقرير للامم المتحده لرئيس الامم المتحده الاسبوع الماضي في 23 شهر. التقرير يتضمن مليون سجل، السجل الواحد يوجد فيه اكثر من 100 في اكثر من 100 افاده او 100 اثبات و100 دليل. واحد الادله تكفي، وقالها رئيس الامم المتحده الامين العام للامم المتحده غوتيريش، انطونيو غوتيريش، قال انها يشعر بخيبه امل بسبب وجود مجلس الامن، بسبب عجز مجلس الامن او مأزق مجلس الامن تجاه اتخاذ اي تدبير. نحن نعرف ان هناك مجلس لا يستطيع اتخاذ اي قرار، هناك الفيتو الروسي والصيني هو بمواجهه اي قرار لمجلس الامن لتحقيق العداله او لمحاسبه المجرمين الحرب. فهناك حاليا كل كم هائل من الادله، كم هائل من الاثباتات، كم هائل من الشهود، كم هائل من الضحايا، لكن لا يوجد حاليا حقيقة لا يوجد مجال لتحقيق العدالة في الوقت الحالي. طيب، كون هذه الآلية الدولية لا تملك الحق في محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في سوريا، ما هي الخطوات التي من الممكن عليها أن تتخذها ربما لتحفيز المجتمع الدولي أو المحكمة الدولية على اتخاذ إجراءات لازمة وتحقيق العدالة في سوريا؟ المشكلة أن الأمم المتحدة لديها آلية واحدة وهي عن طريق مجلس الأمن، ومن ثم التحويل للمحكمة الجنائية الدولية. لا يوجد لديها سوى هذا الحل، وهناك اصطدام دائما بالفيتو الروسي والصيني. هناك طريق آخر تتبعه المنظمات أو تتبعه الهيئات الأخرى الغير تابعة للأمم المتحدة التي تعمل بشكل مستقل، وهي تزويد النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية بالوثائق، وهي الوثائق التي تعتبر نفس الوثائق التي ترفع للهيئة الآلية الدولية المحايدة المستقلة، ترفع أيضا للأمم المتحدة. نحن رفعنا وثائق للطرفين، لكن هناك حاليا الملف السوري بشكل كامل يجب أن يقتنع النائب العام بأن هذه الجرائم تعتبر جرائم تشكل خطر على الإنسانية وتشكل خطر على القانون. طيب، هذه الإجراءات هذه الإجراءات كلها أستاذ قتيبة كم تأخذ من الوقت؟ المشكلة هي النائب العام منذ 3 شهور تقدمت له المنظمة البريطانية، ولتاريخ اللحظة وهو يدرس هذا الملف. قد يكون هناك شهر أو شهرين، قد يكون 3 أشهر، لكن ليس كلها. كل المشكلة كم هائل من الأدلة يحتاج إلى وقت طويل. الدليل الواحد يحتاج إلى أسابيع أحيانا لتحليله وتحليل مصداقيته وتاريخ تقديم الدليل، وهل حصل عليه تشوهات أو هو دليل حقيقي، أم معالجة المجتمع، معالجة الطقوس، معالجة الصور، معالجة الإفادات، الشهود، الإفادات، تقديمها، كله يحتاج إلى وقت طويل. يعني أنا تعرفين أنت في المحاكم الجنائية الدولية أحيانا تأخذ أي قضية كانت 10 سنوات أو 15 سنة، كما في نذكر في قضية الحريري إلى تاريخ اللحظة لا يوجد قرار. المشكلة أنه الآلية الدولية في الموضوع الجنائي تأخر بشكل طويل وتحتاج إلى وقت طويل. نعم، الأستاذ قتيبة قطيط المحامي ومدير منظمة العدالة السورية حدثنا من لاهاي، شكرا لك.